حث المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة اليوجي مجلس الأمن على تجنب تسييس القضية الإنسانية في سوريا. جاء ذلك بعد أن استخدمت الصين وروسيا حق النقض الفيتو على قرار يطالب بهدنة إنسانية تستمر 7 أيام في مدينة حلب السورية. من الممكن أن يتكلم مجلس الأمن بصوت واحد موجها كلامه إلى العالم ويمنع تسييس قضية إنسانية في الوقت الذي ما زالت فيه هناك خلافات خطيرة، فإن تنفيذ مثل هذا القرار لا يقضي إلى الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الدول المعنية ولا يخدم تحسين الوضع في سوريا. كما دعا اليو المجتمع الدولي أيضا إلى التوصل إلى حل بشأن القضية السورية من خلال المفاوضات السلمية وكذلك إيجاد وسيلة أساسية ترمي إلى إنهاء الصراع في أسرع وقت ممكن، مضيفا أنه يجب على مجلس الأمن دفع التحرك بشأن القضية السورية من حيث استئناف الهدنة ومحادثات السلام والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب إضافة إلى الإغاثة الإنسانية.